زيد أن أيوب نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن خزيل عن عمارة عن أبي زرعة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق بخلقه فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. بسم الله